سوف ننتقل الآن إلى الزميل أيمن الزامل، والذي يقف الآن أمام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أيمن، صباح الخير. صباح الخير يا أيمن. صباح النور علي، وصباح الخير إلى كل متابعي برنامج دنيا الصحافة. نعم علي، نحن الآن في مديرية الأحوال المدنية والجوازات في منطقة طارق. طبعا كما تشاهدون بالصورة، هناك أعداد يعني بدأت تتفافد من المواطنين على يعني مديرية الأحوال للتسجيل والإجراءات، أيضا استخراج أوراقهم الثبوتية الخاصة سواء جوازات أو شهادات ميلاد أو غيرها، كل ما يلزم. معي هنا مساعد المدير العام السيد راشد الشوحة. صباح الخير أستاذ راشد. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، ونرحب فيكم في دائرة الجوازات في هذا الصباح الجميل. نعم أستاذ راشد، خلينا نحكي في البداية عن عملية تسجيل الناخبين وكيف تتم إجراءاتهم، وهل لديكم أرقام حول يعني كم عدد الناخبين لغاية الآن اللي مسجلوا في يعني سجل الانتخابات؟ يا سيدي، كما يعلم الجميع أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بدأت تستقبل المواطنين في هذا البلد الجميل من أجل تسجيل أسماءهم في سجل الناخبين وحصولهم على البطاقة الشخصية للناخب، البطاقة المختصة بالانتخابات طبعا من 7/8 وحتى هذا التاريخ. طبعا بدأ العدد ما يقارب 500,000 لغاية مساء أمس يعني، وكما يرى الجميع. أقدر تقدير تقديري يعني مثلا يوميا المعدل التسجيل عندكم هون في المديرية، خاصة في المقر الرئيسي للمديرية والمركز الرئيسي؟ يعني هنا تقريبا حوالي 7 إلى 8 آلاف يوميا. نعم. في هذا المركز يعلم الجميع الجوازات فتحت مراكز متعددة في المنطقة، أي بمعنى آخر تجمع سكاني يرغبون في فتح مركز دائرة الأحوال المدنية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات على استعداد كامل لفتح مركز من أجل التسهيل على المواطنين للحصول على بطاقاتهم الانتخابية. نعم. أستاذ راشد، اسمح لي في الانتخابات، اسمح لي في هذه النقطة، يعني هناك بنعرف أن الهيئة المستقلة للانتخابات تشرف على عملية التسجيل، ولكن الكوادر الأحوال المدنية والجوازات هي من تقوم بعملية التسجيل. هل هناك يعني تنسيق أو هل هناك أيضا تجاوب من قبل يعني مؤسسات المجتمع المدني وهيئات الرقابية هنا ترفع ملاحظاتها على عملية إصدار البطاقات الانتخابية؟ أنتم في دائرة الأحوال المدنية كيف تتعاملون وتتجاوبون مع هذه الملاحظات؟ يا سيدي، كما ترى في هذا الصباح نحن نسمح لأي جهة رقابية، أي جهة رقابية سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو مدنية أو غير مدنية أو أجنبية، أو أي مواطن يرغب بالاستفسار عن أي موضوع أو يطلع على أي وثائق أو أي بطاقات نصدرها، نحن على استعداد كامل. نعم. عملنا مفتوح أمام الجميع. نعم. ونحن مستعدين لأي سؤال أو أي انتقاد أو أي اطلاع يرغب أي مواطن يطلع عنده أي شبهة. نعم. في أي موضوع كان، على استعداد أن نجلس ونتحاور معه ويرى بأعينه ماذا نفعل. نعم. أستاذ راشد، يعني من المعروف أنه عدد الناخبين المتوقع تسجيلهم أو الذين يحق لهم التسجيل يفوق 2,000,000 أو 1,500,000 يعني مواطن. طب في ظل هذه عمليات التسجيل، هناك إجراءات أخرى يقوم بها المواطن من حيث إصدار أوراق ثبوتية، إصدار جوازات، إصدار شهادات ميلاد وغيرها من الأوراق، خاصة ما يتعلق في الأحوال المدنية والجوازات. يعني في ظل هذا الضغط، كيف تعاملتم مع هذا الضغط، وهل هناك أي تأثير على معاملات المواطنين؟ واحنا بصراحة حابين نلتقي عدد من المواطنين بعد كلامنا معنا. حقيقة يعني كما يعلم الجميع أن مكاتب الأحوال المدنية والجوازات في هذه الأيام تشهد أزمة خانقة من المراجعين، وذلك لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال أبنائنا في الثانوي العام التوجيهي، وأيضا الحصول على جوازات السفر وخاصة في عطلة العيد. كيف يعني تعاملتوا في ظل هذه الظروف، يعني في ظل الضغط خاصة في موضوع الجوازات والأحوال؟ وجميع الوثائق تنجز يوميا سواء الأحوال المدنية أو بطاقات الانتخاب. نعم. فهل تم يعني اسمح لي، هل تم إنشاء مثلا كاتب أو أقسام
يعني إصدار هذه الأوراق. إحنا حقيقة قمنا بتقسيم أي مكتب في لدينا قمنا بتقسيمه إلى قسمين، قسم للمعاملات الرسمية وقسم للانتخابات، وحقيقة يعني ركز اهتمامنا الأكثر للانتخابات النيابية لأنها يعني فترة محدودة للمواطنين، ويعني نعمل جميع الإجراءات والسبل حتى نسهل للمواطن على أن يحصل على حقه الدستوري وفي الانتخابات. فكما تعلم في هذه الصالة الموجودة أمامنا هذا جزء كامل للانتخابات النيابية، يعني كان حتى في الطابق الثاني، فنزلنا جميع الأجهزة والطابعات إلى الطابق الأرضي على أساس نيسر لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا كما ترى، على أساس أي مواطن كبير بالسن أو صاحب يعني تمت عملية فصل يعني نعم للمواطنين والمرابطين. نعم فصل، هاي هذا الجناح كامل للانتخابات النيابية، والجناح المقابل كما ترى للجوازات، وفي جناح آخر في الطابق الثاني للبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة. نعم. طب خلينا أستاذ راشد نحكي عن يعني كيف يمكن للمواطن أن يحصل على البطاقة الانتخابية، يعني هل هناك مثلا شروط ويعني إجراءات معينة للحصول على البطاقة الانتخابية؟ يا سيدي احنا بالنسبة للحصول على البطاقة الشخصية لا يوجد أي إجراء سوى المواطن بيبرز بطاقته الشخصية من أجل التأكد من صورته ورقمه الوطني فقط، ونقوم نحن الموظف لدينا يقوم بتعبئة نموذج استلام وليس طلب، نموذج استلام حتى عندما يحصل على بطاقته الانتخابية بقوم توقيع اسمه أنه استلم بطاقته الشخصية ومستعد، أو بطاقة أفراد أسرته عليه، يعني في النموذج يعني بيحوي على استلامه البطاقة وتعهد بتسليم البطاقات الشخصية لأفراد أسرته التي سيحصل عليها. أستاذ راشد أي يعني إجراء عفوا على المقاطعة. أستاذ راشد يعني من المعروف أنه في خلال يعني عمليات تسجيل الناخبين وبقرب يعني إجراء الانتخابات النيابية بتكثر عمليات جمع البطاقات والهويات من مختلف يعني الأشخاص، يعني كيف تتعاملوا أنتم مع يعني مع أي شخص بيكون حاضر ويعني خلينا نحكي بالعامية جايب معه مثلا 30-40 بطاقة هوية، كيف بتتعاملوا معه؟ هل بتتم عملية إصدار له إصدار هذه يعني البطاقات والانتخابية؟ يا سيدي نحن دائرة الأحوال المدنية والجوازات جهة تنفيذية، ننفذ القانون والتعليمات التي تصدر من الهيئة المستقلة، التعليمات يقدم الطلب من أحد أفراد الأسرة، وأيضا أصدرت الهيئة أيضا يعني خلينا نقول تعليمات أسهل وسعت عملية القبول من الأخ والأخت وغيرهم. يعني أنا أستاذ راشد اسمح لي على هاي النقطة، خلينا يعني أركز على هاي النقطة، هذا الموضوع يعني خاصة يمكن الأخ والأخت والعم والعمة هاي يمكن الدرجة الأولى أو الثانية، لكن هناك يعني أشخاص بيكون بده ينزل على الانتخابات وبده ينتخب مجلس النواب بيكون يلم هويات هالحارة وبيجيبهم يعني كيف تتعاملوا معه؟ هل بتتم عملية تحويله مثلا للهيئة ولا إيش تتعاملوا معه؟ يا سيدي نحن في كل يوم نواجه هذه المشكلة، وهناك كثير من مندوبين المرشحين أو حتى المرشحين أنفسهم يحاولون اختراق هذه العملية، ويحضر المندوب أو المرشح نفسه ويحمل مجموعة من البطاقات الشخصية من أجل الحصول. فنحن كما صرحت في السابق لهم بالمرصاد، لا نقبل منهم، حتى واجهتنا في الأمس بعض من النواب وهو يسمعني وركز على أساس أنه يعني بده يمشي بطاقات بطريقة غير صحيحة. وحقيقة يعني مع بصراحة هذا الكلام بيسعدنا، بس احنا بصراحة مع احترامي له يعني هددنا بالاعتصام أمام الدائرة، ممكن هو يسمعني، ورفضنا رفضا كاملا أن نسهل له مهمته. فنحن لا نسمح لأي متنفذ أو أي مرشح أو أي مندوب أن يقدم عن مجموعة من المواطنين
الفلسطينيين، لأنه حقيقة إذا سمحنا نحن أو الهيئة أصبحت الطريقة فيها فوضى، وهذا لا نسمح به إطلاقا. نعم أيمن. شكرا يعني أستاذ راشد الشوحة مساعد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات على هذه الكلمات، وأحنا بكل تأكيد ندعو أيضا إلى يعني إنجاح هذه العملية، عملية انتخاب، لتكون عملية شفافة ونزيهة كما أرادها سيد البلاد. شكرا لك. إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيك وحياكم الله. يعني كنا معكم من وسط مديرية الأحوال المدنية والجوازات في منطقة طارق، واستمعنا إلى مساعد المدير العام وحول ملاحظاته وكيف تتم عملية الإجراءات ومتابعة عملية إجراءات تسجيل واستخراج بطاقة الناخبين. نعم أيمن، شكرا جزيلا لك على هذا النقل المباشر من داخل دائرة الأحوال المدنية، وبالتأكيد شكر للزملاء إياد وماجد، وبالتأكيد شكر لمساعد المدير العام راشد الشوحة على هذا التوضيح. أعزائي بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا من دنيا صحافة لهذا اليوم.